نحن غطينا العديد من المجالات وهناك بعض المجالات الأخرى التي ما زلنا نشتغل عليها. مع ذلك ما يزال ينتظرنا عمل. بسط الاستقرار في الأسعار هو من مهماتنا. دون أن تستقر الأسعار لن ينفع الاقتصاد ولن يفيد أي طرف. ودون ذلك لن نحقق الاستقرار في السوق الذي يفيد الجميع. اليوم نحن زدنا سعر الفائدة ب 25 نقطة أساس ونعتقد أن ذلك مفيد من أجل تعديل السياسة النقدية وذلك حتى يعود التضخم إلى 2% مع الوقت. كذلك نحن نواصل خفض موازنتنا وهذا التعديل سيجعلنا نحافظ على بعض الاستقرار لوقت ما. وسأتحدث أكثر عن السياسة النقدية بعد الحديث عن التطورات والمراجعات الاقتصادية. الاقتصاد الأمريكي تبطأ بشكل كبير وبطبيعة الحال كان هناك عودة إلى 1% وهذا يعني أن هناك مستهلكين أصبحوا ينفقون بشكل يفوق قدرتهم. وفي قطاع الإسكان هناك تراجع وهذا انعكس سلبا على الرهون العقارية. هذا أدى إلى عدد من النتائج على مستوى إصلاح الاستثمارات. بصرف النظر عن التباطؤ فإن هناك عددا من الوظائف الموجودة والبطالة منخفضة وهناك أيضا زيادة بنحو 270 ألف منصب ووظيفة كل شهر. ونعرف أن زيادة الرواتب أظهرت بأن السوق فقدت نوعا من التوازن لأن هناك اختلالا في الطلب والعرض وحدث هناك تغيرات بالمقارنة مع ما حدث في العام الماضي. التضخم يبقى 2% ومن ديسمبر إلى الآن في مستويات ليست المنشودة. والتضخم في الأشهر الثلاثة الماضية يظهر أن هناك تقلصا في الفترة الأخيرة ونحن سنحتاج إلى أدلة أكثر لنكون واثقين بأن التضخم سيتراجع بشكل منتظم. وبصرف النظر عن هذا فإن هناك بعد المخاوف كما ظهر في عدد من الاستطلاعات والتنبؤات لدى المستثمرين وفي الأسواق. ولكن هذا لا يعني أننا سنرضى بهذه الإنجازات. بالرغم من انخفاض التضخم ما يزال هو الأعلى منذ وقت. وبالتالي يجب أن يكون لدينا سعي متواصل لجعل هذا التضخم يتقلص أكثر. السياسة النقدية هي ترشدة بالوظائف ونعرف أن التضخم العالي سيضر بالقدرة الشرائية وخصوصا بالنسبة لأولئك الذين يعجزون عن شراء المواد الأساسية والخدمات الأساسية مثل الإسكان والنقل. وبطبيعة الحال نحن ملتزمون بإعادة التضخم إلى مستوى 2% بدلا من مستوى الحالي. ونحن اليوم قمنا برفع سعر الفائدة ب 25 نقطة أساس وهذا يجعلنا نصل إلى 4.75% وسنواصل مراجعة الموازنة. مع هذه الإجراءات نحن قمنا بزيادة سعر الفائدة وسنواصل هذه المساعي حتى نصل إلى سياسة نقدية
الدولية تكون تقييدية وتتيح لنا إعادة مستوى التضخم إلى 2% مع الوقت. رأيتم إجراءاتنا في الطلب وخصوصا في الإسكان، والأمر سيأخذ وقتا حتى يكون هناك أثر كامل، وخصوصا بالمقارنة مع التضخم. بالنظر إلى السياسة النقدية المتراكمة وأثرها على التضخم والاقتصاد، لجنتنا قررت أن تزيد سعر الفائدة ب 25 نقطة أساس، أخذا بعين الاعتبار الزيادات التي حدثت في العام الماضي. ونحن نريد أن نساعد على تنمية اقتصادنا وتحقيق أهدافنا، وأن يكون هناك نظر في أي رفوع إضافية في المستقبل. سنواصل اتخاذ قراراتنا، وذلك بالنظر إلى كل الإحصاءات والبيانات، وكذلك ما يحدث من أنشطة اقتصادية وما يحدث من تحرك للتضخم. كذلك سنعمل مع العاملين في الطلب والعرض حتى يكون هناك تقليص للتضخم إلى 2%، وحتى تبقى تطلعاتنا أقدر إلى الاستجابة. وإعادة الأسعار إلى مستوى مقبول سيكون هدفنا في المدى البعيد. السجلات القياسية التي تحققت في الأسعار يجب أن يتعاطى معها. وحتى أختم، نحن أفهم أن إجراءاتنا تؤثر على الشركات والأسر والعائلات، وكل شيء نفعله يهدف إلى مساعدة المواطنين وحتى نبسط الاستقرار في الأسعار. شكرا جزيلا، ويمكن أن نتلقى أسئلتكم. Chris Rugaber, Associated Press. Thank you for doing this. As you know, financial conditions have loosened since the fall, with bond yields falling, which has also brought down mortgage rates, and the stock market posted a solid gain in January. Does that make your job of combating inflation harder, and could you see lifting rates higher than you otherwise? هل ترون أن رفع سعر الفائدة يمكن أن يتواصل؟ So it is important that overall financial conditions continue to reflect the policy restraint that we're putting in place. نريد أن نرجع التضخم إلى 2%، وفعلنا ذلك في العام الماضي. تركيزنا سيكون على الأمد القريب، ونحن نقدر أننا سنقيد السياسة النقدية. Of course, many things affect financial conditions, not just our policy.